اش داير رئيسه نادي امل تزاغي. كما كتشوفوا حنا كنتواجدوا في الملعب البلدي نتاع الدريوش اللي جينا حتى حنا نشاركوا بالفئات الصغار ديالنا من مواليد 2008 و2009 تاع هذا النهار منظم من طرف عصبه الشرق اللجنه التقنيه قامت بهذا انتقاء المواهب. وحنا جينا شاركنا مع فرق تاع الاقليم الدريوش هادشي اللي كاين. وانا بصفتي رئيسه نادي امل تزاغي كنتمنى التوفيق للفريق ديالو وجميع الفرق. وشكرا اللي كنقوموا بها واللي كتشرف عليها عصبه الشرق برئاسه السي جمال كعواشي للرياضه والدراسه بمدينه السعيديه. فبدينا كنقوموا بمحطات اللي غادي تكون عندنا واحد 17 محطه ان شاء الله في المنطقه ديالنا كامله. وبدينا اول محطه بمنطقه الدريوش والنواحي ديالها في التنقيب على المواهب مواليد 2008 و2009 اللي كنشوفوهم مؤهلين ان شاء الله يلتحقوا بمركز التكوين تاع السعيديه. فهاد المحطه الاولى كانت ناجحه 100% اننا شفنا واحد الجمعيات اللي عندهم واحد المواهب اللي ان شاء الله عندهم الطاقه ما يقولوا ونتمنوا لهم ان شاء الله يزيدوا الاشتغال معاهم باش يكونوا احسن وافضل في المناسبات القادمه ان شاء الله. سي رشيد واش عندكم شي محطات اخرى بلا دريوش مثلا؟ فصراحه من بعد هذه المحطه هذه فمباشره غادي نلتحقوا غدا ان شاء الله بالحسيمه، غادي نكونوا في محطه ثانيه بالحسيمه والمحطه الثالثه غادي تكون يوم الاحد بمدينه تركيست. المده الزمنيه ديالها الاخ رشيد شحال؟ فحنايا المده الزمنيه عطاونا واحد شهر ونص اننا باش نكونوا وجدنا ديك اللائحه ان شاء الله اللي غادي باش تدخل للسعيديه. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم حنا نتواجدوا هنا بمدينه دريوش في اطار عمليه انتقاء لاعبين مواليد 2008 2009 اللي قامت بها الاداره التقنيه الوطنيه مع بشراكه مع عصبه الشرق تحت يعني تكليف اللجنه التقنيه لعصبه الشرق. هذا عمليه الالتقاء كتدخل في عمليه يعني اختيار المواهب في هذا لاج هذا ببغيتها يعني باش يدخلوا للمركز السعيديه الأكاديمية مركز السعيدية إن شاء الله تابع مركز الفيدرالي التابع للإدارة الجامعة المغربية لكرة القدم. وحنا اليوم هنايا يعني في إقليم الدريوش كاين يعني لاعبين اللي جاونا مدار متزاغين جاو معين زورا واللاعبين تاع الدريوش يعني شفنا يعني كاين وليدات صغار ونتمنى إن شاء الله نعاود نشوفهم مرة أخرى إن شاء الله بعون الله ونتمنى لهم مستقبل زاهر هنا في المنطقة ونشوفوا لاعبين في المستوى في المستقبل ان شاء الله. وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اول حاجه نشكركم على الاستضافه ديالكم ونشكر جميع المسؤولين ديال هذا النادي اللي يعني قام بهذه المحطه وهي اول محطه لانتقاء المواهب ديال 2008 2009 اللي يعني كما نقولوا ببساطه العبير هي الغرض من هذا الانتقاء هو يعني مركز السعيدية بعد مشاورة مع رئيس العصبة اللي هو مشرف على هذا المركز ديال السعيدية اللي هو السي جمال الكعواشي مع الإدارة التقنية الوطنية. ونحن كإدارة تقنية ديال العصبة نقوم بهذه الجولات وأول جولة هي جولة دريوش والحمد لله الرحمن الرحيم كانوا عدة مواهب هنا ويعني كما نقولوا وخذينا يعني المستوى ديالهم وخذينا يعني كما نقولوا المستوى ديال هاد الاطر اللي هي يعني كتاثر هاد الجمعيات والانديه بهذا الاقليم. والان يعني كنشوفوا اللاعبين كنشوفوا المستوى ديالهم ولكن غادي دائما يكونوا في بنك المعلومات اللي استوخت غادي تهز 40 لاعب في الاخير. نحن يعني مستعدين باش نعاونوهم ونحاولوا باش نتموا هاد التطوير ديالهم باش يكونوا على مستوى في المستقبل. ونشكركم بسم الله الرحمن الرحيم. اولا نشكر السي بوعزاتي كيف قدمنا راي باش نعرضوا الكنس الكامل يزدي تقريبا يواكب النشاط يكمل. ونشكر اللجنه التقنيه على راسها عبد الواحد الرادي لرشيد مكروز لعبد الرافيع اللي كاين المبادره اول مبادره ديال الجهه الشرقيه في تنظيم الاقليم الدريوش للتنقيب على المواهب من 2008 2009. بالنسبه للتلاميذ اللي توغي غانا 2008
2009 بريباراسيون كيسن بدا نبدا كيسجل شهر شهر ونص تقريبا، ولكن الحمد لله نتوارى بانه احنا جانا وتجيبون من شهر شهر ونص نتائج يمشي نهار هذا لهذا الكره يرا نهار هذا يجي الكره المستوى بدا نقرا هذه الماتش كيما بيننا ونتمنى وعدنا نغي حرام ماناش قادرين نغاو ماشي حرام ندير سبحان الله ان شاء الله غادي ننسي المختار ان شاء الله زي اقليم الدريوش غادي نمثل المدرسه في المستقبل احسن تمثيل اقليم الدريوش ان شاء الله وكنتمنى الباقي المناطق سواء ميدار سواء عين زورا سواء الزاغي اللي شاركوا معنا اللي شاركوا معنا اليوم يكونوا حتى معنا في المصاريف ربما حتى ماشي في بعض العناصر ان شاء الله الرحمن الرحيم وشكرا سي بوعزاتي.